والله لن نرتاح حتى نخرج كل أخت من سجون الطواغيت. بكمل مسباراتي أطلع تركيا. سجى الدليمي عراقية كانت تعيش في سوريا مع ذويها منذ أن خرجت الأسر المحسوبة على نظام صدام من العراق بعد سقوطه. أنا عندي أخي بالنصرة وأنا زوجة البغدادي على ما هيك أظن، يعني بيقولوا أنه زوجة البغدادي بس ما بعرف. هي طليقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي منذ نحو 7 سنوات، تزوجها لمدة شهر واحد فقط وأنجبت منه ابنتها هاجر البالغة من العمر 6 سنوات. أنا طليقته من 6-7 سنين. كما أنها أم لثلاثة أطفال آخرين لديها توأم من الأولاد هم أسامة وعمر من زوجها الأول فلاح إسماعيل الجاسم، كان قائد ما يسمى بجيش الراشدين في محافظة الأنبار قبل مقتله عام 2010، وطفل رضيع من زوجها الجديد الفلسطيني كمال محمد خلف. الحمد لله على السلامة يا عمو. الحمد لله على سلامتكم جميعا. الدليمي تنتمي لشبكة عائلية متطرفة ينقسم أشقاؤها بين من بايع منهم تنظيم داعش وبين من بايع جبهة النصرة، بعضهم محكوم عليهم في سجون دول عربية أو مجهولي المصير. الأنباء تشير دون تأكيد واضح أن والدها قتل في سوريا بعدما انقلب على داعش وبايع النصرة، وكانت الدليمي قد أقنعت المحققين في السجون السورية بأنها امرأة أخرى غير زوجة البغدادي، الأمر الذي سهل الإفراج عنها قبل أن تقع مرة ثانية في قبضة مخابرات الجيش اللبناني في أحد حواجز منطقة الشمال في نوفمبر العام الماضي، وكانت تحمل هوية سورية مزورة باسم ملك عبد الله. كانت سجى قبل القبض عليها تعيش في منطقة الضنية شمال لبنان منذ خروجها من السجون السورية في إطار صفقة التبادل مقابل إطلاق راهبات معلولة، محل دق فيها، وتولت نشاطات لوجستية معينة لم يفصح عن طبيعتها. بشاير المطيري، العربية.